ايوه كده تمام. ميزة الطحينة على الرنجة انها بتقلل الحدوقية بتاعتها. جميع الثدييات بتشرب ميه من النقطه دي، سواء غزلان سواء ارانب سواء ثعالب. انا حاسس ركبتي بتترعب. ولا ده عادي؟ يلا دلوقتي احنا معانا الرنجه، رنجه جبناها من المصنع، مصنع النجمه. المصنع ده مشهور جدا. معايا دلوقتي محمد نبيل، هو بيصور، طنط امل، ايهاب. اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شم النسيم. طيب. النهارده احنا قررنا ان احنا ناكل رنجه زي كل الناس. اخترنا النجمه، النجمه دي افضل انواع الرنجه اللي موجوده. اولا بيهتم المصنع بطريقه التدخين بتاعتها بطريقه صحيه، اختلاف عن اي حد تاني، وده شفناه احنا شخصيا. مصنع النجمه ده يعني لو حد في سني هيعرف ان من يوم ما نشأت الرنجه طلعت هي النجمه دي معاها. التقطيع مثلا بيبقى كده، ده البطروخ. ده البطروخ. نقطع الراس بالمقص. طنط امل بتنبهني. بنشيل البقايا. نشيل البقايا دي بالمعلقه. ما شاء الله. انا في البيت ما عرفتش اعمل كده بصراحه. طنط امل بقى خبره. طنط امل يا جماعه من محبين الصحراء، وكل كام شهر بلاقيها بتاكل رنجه في الصحراء، لان الرنجه فيها ملوحه كده بسيطه خفيفه بتخليك فايق في الصحراء، لان الواحد بيفقد املاح وبيفقد ميه، لان استهلاك الجسم للملح والميه في الصحراء بيكون اكتر من اللازم بسبب ان الجو بيكون حار، والمجهود اللي بيبذل بيخلينا نفقد املاح كتيره وميه كتيره. علشان كده انا واصحابي عندنا عاده بنعملها كتير، ان احنا ناكل رنجه في الصحراء. الرنجة عشان فيها بعض الأملاح بتخلينا فايقين في الصحراء، وبتعوضنا عن الأملاح اللي احنا بنفقدها. احنا بنطلع الصحراء كتير، بناكل رنجة كتير، ودي حاجة احنا بنعملها كتير. لكن انا قررت المرة دي ان انا اخد المبادرة في اصحابي وادور على احسن نوع اعرفه في السوق. فكنت بشوف زمان منتج اسمه رنجة النجمة، لكن المنتج ده ما بقاش بشوفه زي الاول، وبقى فيه منتجات كتير مغرقة السوق، ومنتجات للأسف مش احسن حاجه زي زمان. المنتج ده كنت بشوفه وانا صغير، فلما كنت بدور عليه ما كنتش بلاقيه لما كبرت. فده من اسباب ان انا ما بقتش واثق في جميع المنتجات اللي احنا بنشوفها في السوق. فبسيرش صغير لقيت ان المصنع لسه موجود وبيبيع بكميات كبيره، والناس ما شاء الله بتقف عنده وبتشتري. من الصور اللي شفتها على جوجل مابس، خرائط جوجل قال لي موجود المصنع قريب في امبابه، واخد ريفيو كتير. فقلت يمكن ده مصنع واحد تاني او هو نفس المصنع. فانا ما كنتش عارف المنتج اللي انا هجربه هل هو نفس الجوده بتاعت زمان ولا لا. فاتجهنا انا وصديقي محمد نبيل للمصنع، وصلنا امبابه. طبعا احنا في موسم شم النسيم، كل سنه طيبين، فالناس كلها عماله بتشتري والدنيا هايصه وعاملين موسيقى وبتاع، كاننا في عيد، واحنا فعلا بالنسبه لهم في عيد لان ده موسم. فميزه انك تشتري من مصنع، انت بتاخد الحاجه متخزنه صح، بتاخد الحاجه بسعر احسن من سعر المحلات اللي انت واخدها من مصنع، مفيش عموله من المحل، بتاخد بسعر الجمله. غير كده الحاجه نظيفه، والحاجه انت ضامنها الصلاحيه مظبوطه، فلو في اي مشكله انت راجع للمصنع، فمنك للمصنع. فالحاجه في وش المصنع، مفيش بقى يقول لك عيب تخزين، لا ده المنتج اللي محطوط في الصندوق غير اصلا المنتج اللي بيبيعه المصنع. ممكن واحد يبيع لك صندوق غير المنتج اللي جوه. فالحاجه بتكون مضمونه لما تاخدها من المصنع. وانا عامه في الحاجات الغذائيه لما بيكون في مصنع بشتري منه على طول، زي زيت الزيتون، زي حاجات كتير انا عرضتها قبل كده. انا بحب اجيب من المصنع نفسه، ما بحبش اجيب من محلات. لما رحت المصنع لقيت اصناف كتير، كنتش عارف بقى اختار انهي صنف بصراحه. اخترت علبه 2 كيلو كتجربه، 2 كيلو سايبين مش مغلفين كمان. بص طريقه العصر، بسرعه. انا نفسي يعني هي طبعا محتاجه قوه اكتر، يعني حد لو ايدي اعصر. انا هحاول اقلل لسه فيها. انا عمري ما عصرت بالطريقه دي. مو عشان الجوانتي، بس ممكن واحد يتعور تصدق. لا ما هو انت مش تنيمها، انت تعملها. بص يا شريف، اتزفرت من ايديا. مو عشان الجوانتي، عشان الجوانتي. جوانتي مفيش عصب خالص. ايوه ما فيش. هو مش السوري اللي انتوا بتاكلوه ده. تعال خش انت عصب. خش. خش. دي لسه فيها. ايوه.
كده انت تمام سيدي. طنط امل وانا ايه؟ لا احنا احنا نقدم طبق سلطه كمان نتصور بيه مع طنط. طنط امل ايه اللي عاملاه ما شاء الله؟ يعني انتوا عارفين العين بتاكل قبل البق. ميزه الطحينه على الرنجه انها بتقلل الحدوقيه بتاعتها لو كانت حادقه يعني، بس هي دي مش حادقه، بس عموما بتزود التست بتاعها بيبقى اعلى شويه. الطحينه دي يا جماعه من العباسيه منطقتنا، والرنجه من امبابه مصنع النجمه. حاجات انترناشونال. انا نفسي اتقرب. يا سلام. ان شاء الله. طنط يا جماعه عملت الموضوع ده في ثواني، احنا كنا هنعمله في ساعات. ايهاب مبسوطة اهو. تسلم ايديك. نبيل كان كان معايا امبارح في المصنع وكان فرحان قوي. يعني انا سبته لقيته قاعد يجري في المصنع. صح؟ كنت بجري بالصراحة الصراحة. ايه رأيكم يا رجالة؟ جميلة جدا وملحها حلو قوي. اه ما شاء الله. مين بقى صاحب فكرة المصنع؟ شاهين. صدفة. يعني فعلا سرشت على النت وكده؟ انا سرشت على جوجل. لقيت ان ده اكتر واحد جايب ريفيو. فرحته. وغير النجمه ان انا عارفه اصلا. ايوه ما احنا عارفين. بس انا فكرت ان هو مش موجود في السوق لان بقى فيه انواع كتير. حاسس ان هي طازه يعني. وكانت ماسكه نفسها، واللون كمان بتاعها كان لونه ذهبي قوي. جميل. يعني تحس ان هو زي الذهب كده يعني. طبعا يا جماعه بعد الاكله الجميله دي، بعد الرنجه لازم ناكل بطيخ من ايد طنط. ودي فكره طنط. معرفش يعني. استمد ايدك يا طنط. لما قالوا لي رنجه قلت يعني دي احلى حاجه بقى مع الرنجه يعني. خش الطبخ. بعد الاكله الجميله دي ومع الناس اللي خلت الاكله اجمل، قلت لإيهاب تعالى ناخد لفه لاخر المحميه بالموتوسيكل. ايه صوت الموتور ده؟ المروحه بتاعت اللمبه الليد. لمبه الليد بتتبرد. الله اكبر. الموتوسيكل بتاع ايهاب هو موتوسيكل ادفنتشر 2200 سي سي. الموتوسيكل ده ممكن تسافر بيه في اي حته في العالم انطلاقا من مصر. يقدر يمشي على اسفلت، يقدر يمشي في صحراء، يمشي في اي اجواء سواء حاره او بارده. هو مخصص للسفر والمشاوير الضخمه. رغم وجود مطبات في محمية وادي دجلة، انا ما كنتش حاسس بألم وما كنتش حاسس بمشاكل قوي بسبب ان الموتوسيكل مجهز للاجواء اللي زي كده. غير ان ايهاب محترف وبيشارك في سباقات محليه وبيجيب مراكز كبيره، فايهاب محترف سواقه في الصحراء من زمان قوي. لا يعني عشان هو العمر بتاعه عايز كده. عايز يبقى لهم تاني. في نهاية الوادي هتوصل لمنطقة الأخدود، وده معناه إن الوادي بدأ يضيق وبدأ يخلص، ومن هناك بتبدأ تتجمع مية المطر. رايح الموتوسيكل. فهتلاقي هناك منبع الوادي اللي هو بيسقي النباتات اللي عدينا عليها في رحلتنا. منبع الوادي هو فيه المية، فجميع الكائنات الحية من ثدييات بتتجه للنقطة دي، وهي نقطة القلب أو نقطة المركز في الوادي. جميع الثدييات بتشرب مية من النقطة دي، سواء غزلان سواء أرانب سواء تعالب. جميع الثدييات لازم تتجه 12 كيلو عشان تشرب من المنبع. والمنطقة دي بتكون منطقة شلال أثناء وجود الأمطار، والتواجد فيها أثناء المطر قد يكون خطير وقد يكون قاتل بسبب اندفاع المية اللي ممكن يجرف
اي عربيه واي انسان، لان قوه الاندفاع بتكون كبيره. ايوه نوع انت ايه اخبارك في الموتوسيكل؟ يعني انا حاسس ركبتي بتترعش. ولا ده عادي؟ لا عادي، ركبتي بترتعش. شبلك كتير مش متعود. اه والله ركبتي بترتعش. مغامره. هو ساكت ليه؟ هو ساكت ليه؟ طيب هنشيلها دي. واخيرا نبيل الخطير ولع نار. عشا بطل. مغامرة ظريفة. روحنا للاخر يا طنط. لل 12. اه. ده لل 19. توقعت كده. اه. بس في الحتت المكسرة. هو؟ اه. انا؟ انت تعبت؟ انا ركبي دلوقتي بتتهز. بس عادي عشان بقالي كتير ما ركبتش. شكرا لاصدقائي اللي شاركوني في اليوم، وشكرا ليكم للمشاهدة. اشوفكم في رحلات تانية. مع السلامة. هو انت هتيجي بالعربية والموتوسيكل؟ اه. الاثنين هتسوقوا؟ مش نقعد خمس ست ايام؟ اه. انا جبت لبن دليفري. بجد وربنا؟ والله ما هتسألي اهو. قلت الولد خد فلوس اهي روح هات لي اللبن. الولد اللي بيبيعه العيال اللي هم كتير.